على الله أوقاتكم بكل خير. الفيديو بتاعنا النهاردة ضمن السلسلة الخاصة بما يتعلق بمنصة موديل، هيكون عن ازاي اعمل كويز من بنك الأسئلة المتاح داخل المنصة بمنتهى السهولة واليسر، واللي اقدر اتعامل مع الأسئلة بتاعته واضيفها سؤال تلو الآخر، طبعا بعد ما بكون مجهزة الأسئلة غالبا في ملف خارجي عشان اقدر انسخ منها داخل المنصة بتاعتي. في البداية طبعا بيفتح عضو هيئة التدريس الصفحة الرئيسية الخاصة بالمقررات الدراسية اللي هو بيدرسها على منصة موديل. بعد كده بيختار منها المقرر الدراسي اللي هو حابب يعمل فيه بنك أسئلة. بعد كده بيبدأ يضغط على تشغيل التحرير عشان يقدر يتعامل مع صفحة المقرر بمنتهى السهولة واليسر ويقدر يضيف عليها. هو هنا في المرحلة دي هيجهز بنك أسئلة عشان يقدر يسحب منه بعد كده لإجراء اختبار أو كويز للطالب. بنك الأسئلة بيتم إضافته من خلال علامة الترس الموجودة وهي الخاصة بالمقرر، بنختار منها مور أو المزيد. لما بنختار العلامة بتاعت مور أو اليزيد المزيد بتبدأ تظهر قدامي الصفحة الخاصة بإدارة المقرر. بتأكد إن أنا على التيب الخاص بإدارة المقرر وبنزل لنهاية الصفحة لحد الجزئية الخاصة ببنوك الأسئلة، وأبدأ أختار كلمة الأسئلة لأنه في عندي في الفيديوهات السابقة كيفية إضافة بنك أسئلة من ملف وورد أو من ملف نوتباد. المرة دي إحنا هندخل البنك مباشرة على السيستم، ممكن بعد كده نسحبه بإحدى الصيغ المناسبة لمنصة موديل ونعمل له او نعمل له استيراد عشان نقدر نعمل له تصدير في مقرر اخر بدل من اعاده ادخال الاسئله مره ثانيه. خلينا كده نعرف مع بعض بعمل البنك ازاي. بضغط قلنا على كلمه الاسئله، فبتظهر قدامي لوحه التحكم الخاصه ببنك الاسئله اللي فيها طبعا انا هختار الصنف اللي هيصنف ده داخل ايه، فهو بيدي افتراضي على اسم المقرر وبيقول لي اظهر نص السؤال ضمن قائمة الاسئلة، واظهر الاسئلة الفرعية، واظهر الاسئلة القديمة وخلافه. انا هنا هضغط على التيب الخاص بانشاء سؤال. في عندنا نوعية من الاسئلة نقدر نختار ببساطة منها حسب طبيعة المقرر اللي بندرسه، يعني في عندنا اسئلة متعددة الخيارات، صح وخطأ، مطابقة، اجابة قصيرة، اني برفع عليها الشيء رقمي، مقالية، اختيار الكلمات المفقودة، الإجابة المضمنة أو إكمال الفراغ، السحب والإفلات. طبعا كل دي حاجات حسابية، سحب وإفلات العلامات، سحب وإفلات الصورة، مسائل حسابية باختبارات المتعددة وخلافه، ومطابقة الإجابة بشكل قصير عشوائي. طبعا الانواع اللي الى حد ما بارزة الاستخدام او شائعة الاستخدام ما بين اغلب اعضاء هيئة التدريس هو النوع الاول والثاني اللي هو متعدد الخيارات وصح وخطأ. انا في البنك عندي هنا مجهزة مجموعة اسئلة اغلبها صح وخطأ ومتعدد الخيارات. لما بضغط على اي نوع من الانواع دي فبيفتح لي الصفحة الخاصة بالتحكم في السؤال ده وكيفية انشاء. هو فارض اوتوماتيك انه بيخزن على المقرر، فاحنا بندي اسم للسؤال غالبا بيكون رقم على حسب ترتيب السؤال. بعد كده بروح اجيب السؤال من الملف اللي انا مجهزاه وبكون عارفة الاجابة بتاعته لان هي اللي بندخلها، وبنسخه بحطه داخل المربع الخاص بالموضوع، وهو بيقول لي ان هو الجواب الصحيح هو الخطأ. لا، انا لو رجعت الملف هلاقي الجواب الصحيح هو الصح، وببدأ بعد كده مش هدي تعليقات على السؤال، بقول له حفظ التغييرات مش حفظ ومتابعة عشان اشوف السؤال تم انشاؤه فيه. فزي ما بيظهر قدام حضراتكم ادي السؤال، ده المسمى بتاعه، مين اللي انشأه، واخر تعديل كان بواسطة مين، وكاتب اسم الدكتور.
طب انا حابه اضيف، ما هو بقى احنا بنضيف اسئله متتاليه بحيث ان احنا نعمل مجموعه اسئله نقدر نسحب منها بعد كده الى الى بقى الى الاسئله الفعليه او الامتحان الفعلي. فببدا ادخل الاسئله بالترتيب، ببقى متاكده التفاصيل ماشيه ازاي. هنا الاجابه عكس التانيه، والاجابه هنا ايه خطا. خدوا بال حضراتكم الدرجه الافتراضيه دي احنا ما غيرناهاش، فهو حاسب بكل سؤال ايه درجتين. احنا ممكن نعدل درجه الاختبار اهو، نخليها مثلا نص، ونبدا نقول له حفظ التغيير. طب نفترض انه احنا في السؤال الاولاني ما كناش عدلنا درجه الاختبار، فدرجه السؤال، فممكن نضغط على تحرير وهقول له تحرير السؤال. لما بنقول تحرير السؤال بيفتح لي الصفحة مرة تانية وبيجيب لي منها ايه الدرجة، فاحنا هنا ممكن نعدل الدرجة زي ما عدلناها في السؤال التالي، ونقول له حفظ للتغييرات. هنلاقي ان الاسئلة تم اضافتها بمنتهى السهولة داخل بنك الاسئلة. في طبعا نوعيات تانية من الاسئلة قلنا زي الاختيار من متعدد. خليني اعمل اضافة كده واقول له متابعة، وابدأ ادي رقم للسؤال، ادي رقم، وابدأ ادخل بقى اشوف نص الاختيار من ايه من متعدد. غالبا هجيب من اسفل الى اعلى، ادي سؤال، وطبعا احنا لازم نبقى عارفين الاجابات لان هي دي اللي بنتسأل عليها في الاختبار. الدرجة الافتراضية بتاعتها واحد. هبدأ احط الخيارات بقى الخاصة بالطالب او اللي بيختار على اساسها، لانه بدون الاختيارات دي هو مش هيقدر يختار، والحكاية مش هتمشي او تبقى متيسرة. ببدأ ادخل هنا اهو الدرجة الافتراضية بتاعتي، هحسبها برضو هي كمان بنص، وابدا اشوف بقى. هو هنا قال لي هيختار اجابه واحده وحاطط لي الخيارات، فانا هبدا اخد الخيارات بتاعتي من النموذج اللي المفروض مجهزين فيه الاسئله بتاعت المقرر، ونبدا ان احنا نحط الخيارات بمنتهى السهوله واليسر اهو. طبعا دي اللي جايه دي الاجابه نمبر 3 اهي، وهنبدأ نشيل القيد بتاعها ونخليه ايه 100. كده انا ضفت سؤال اختيار من متعدد، فهقول له حفظ للتغييرات. هيبدأ يظهر عندي في بنك الايه الاسئلة اهو رقم 3 فوق، ولو تاخدوا بال حضراتكم انه كتبه فوق ما كملش 3 تحت. 3 تحت دي هتمشي على نفس نوعية الأسئلة السابقة اللي هي صح وخطأ. خلينا نجرب عشان تبقى الحكاية أوضح للناس. أنا هكتب رقم 3 وأبدأ أرجع تاني للملف كنترول هوم، وأخد الجملة التالتة وإجابتها خاطئة. آدي الجملة التالتة إجابتها للأسف خاطئة. ده بالنسبة لإيه؟ لإضافة سؤال تاني اختيار من متعدد. هنشوفه هو هيعمله فين. غالبا هيكون بعض الأرقام اللي هي إيه 1 2 3، لكن 3 اللي فوق عشان بدأنا نعمل نظام متكامل بيربط كمان يعني انتظار طيب خلينا كده نقول له حفظ للتغييرات. اهو ظهر السؤال الثالث من الصح والغلط في الترتيب بتاعه، ادي الاول الثاني الثالث في الترتيب بتاعه. هنا ما ظهرش في مكان اخر زي ما حصل مع اسئله الاختيار من متعدد. انا طبعا لو ضغطت هنا او خرجت بره الموضوع، بنك الاسئله محفوظ عندي، اقدر بعد كده اسحب منه داخل الايقونه اللي هعملها للاختبار اللي هيكون متاح للطلاب. اتمنى ما اكونش طولت على حضراتكم في الفيديو ده، وانتظروني في فيديوهات قادمة ان شاء الله تكون بتتكلم على
كيفية التقييم واستخدام الاختبارات الإلكترونية أو الرقمية، عمل الكويزات والتعامل معها بمنتهى السهولة. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه.